خبر مهم جدا عن مؤمن زكريا، ده انفراد من خلال اللعيب. مؤمن زكريا يعني زي ما احنا شايفين، مؤمن زكريا خلال ساعات هيكون في تحديد موقفه من قبل مسؤولي نادي احد. عباره عن ايه؟ عباره ان مؤمن زكريا من ساعه ما راح احد ما بيلعبش، فهيدوا له مهله اسبوع شهر، هيكون في كشف طبي، هيكون في كشف طبي لمؤمن زكريا. وزي ما احنا شايفين ان احد بيخطط للاطاحه بمؤمن زكريا عن طريق الكشف الطبي لتعويضه بلاعب اخر. عشان يبدل مؤمن زكريا لازم يقول ان هو غير لائق طبيا، وانا بفسخ التعاقد معاه عشان هو غير لائق طبيا. انما لو فسخ كده وخلاص انا فسخت التعاقد مع مؤمن زكريا، ما ينفعش يبدله بلاعب اخر. دي مشكله مؤمن زكريا، كانت موجوده في مصر وانتقلت الى السعوديه. ما كانش في قناعه من كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي السابق، ما كانش في قناعه من لاسارتي المدير الفني الحالي للنادي الاهلي، وكان في اتهامات لكابتن محمد يوسف ان هو السبب في موضوع مؤمن زكريا. ما اعرفش بقى كابتن محمد يوسف راح له السعوديه ولا لا.